أنا راح أناقشكم بهذه النقاشات، ها، وندخل فيها بعمق. تستخدم الكلمات، يعني بهذه الدراسة تستخدم الكلمات وتربط، صحيح؟ البعد الكوني، ضوء الأكوان، الأبعاد، الممرات النجمية، بس بالربط هذا راح تصير معاني عديدة. فأنا جاي أكتشف أكو ملايين الفلسفات بالإنترنت وبهاي العلوم الروحية الكونية، لكن كل واحد ماخذ له طريق. فهسه نجي، فأخت تناقشنا ما تزال أعتقد بهذا الموضوع، إنه الكائنات الكونية الإيجابية والماتريكس بهالأمر هذا. هناك مصطلح هذا خاطئ، هذا عمم بالإنترنت، اللي هو يسموه بالإنجليزي prison planet، على أساس الأرض سجن. هذا مصطلح بتاع دولة عميقة. الأرض ليست سجن، الوعي. وهناك فرق، الأرض هي كائن، الوعي البشري البرمجة المحدودة هو هذا الماتريكس. الجينات المغلقة، والله شاركينا صوتك عزيزتنا، الكون العظيم يبارك حياتك حتى أناقشك. أعطيني بالله الفكرة حتى أنا أناقشك، إنه الكائنات الكونية الإيجابية على أساس ممنوعة ما تدخل الأرض بسبب الماتريكس. إحنا هذا، لو تسمحين لي بس أوضح، إحنا هذا ناقشناه، بس إحنا نستمر نوضح الأمور أيضا. فأنت سمعتي مصطلح إنه أوكي، إحنا كل الأكوان وكل الكائنات فينا، هذا قلتيه لي، بس هاي اللفة أقصد، يعني الأفكار اللي ممكن معتمدة اللي هي خاطئة، اللي أنا راح أوضح بالبرهان كيف أنها خاطئة. فهم يقولون أوكي، إحنا كل الأكوان وكل الكائنات فينا، بمعنى ما نتصل بالكائنات الكونية. لا، إحنا نعكسها، بما أن كل الكائنات فينا فنتصل بالكائنات الكونية. أعطيكم مثال، مثلا نقول نحن الورود، فيأتينا شخص يقول بما أننا نحن الورود فنحن لا نشتم الورود. نقول لا، بما أننا نحن الورود فنحن نشتم الورود. فهي اللي جاي تصير، أنه الكلمات تربط، انتبهوا الآن، الكلمات تربط بطرق، تبنى بطرق، وتعكس، تلف، تصغر، تكبر، وكل واحد عنده اعتقاد. يجب أن نفهم ونعرف يا شباب، إحنا عندما نتكلم نتكلم من البعد الزمني. أنا راح أستمر هذا، يعني أوضح هذا النقاش. وهناك أيضا رسالة من طالبة أيضا راح نقرأها بهالموضوع هذا، نناقشها. الهرمونات تأثر على تفكيرنا، البعد الزمني، تمام؟ تجربة الطفولة، تجارب الماضي، الإعلام، البرامج، الكتب اللي نقرأها، كلها تؤثر. كل التعليم الموجود، شوفوا، أريد أعطيكم إياها بوضوحية عميقة، كل التعليم الموجود عندنا بالأرض، وكل التعليم الموجود بالمستوى الخامس والسادس والسابع والعاشر والأصعد، تعليم ناقص. ما حد عنده، ها، كل الحقيقة، حتى زعماء وزعيمات الأكوان ما عندهم هاي كل الحقيقة. يا عزيزتي ويانا، تحياتنا مرة أخرى.
اي كون العظيم يحفظك. اي عزيزتي. في فهسه خلي مجموعة، نيجي على الكائن، اي ماذا قالوا لك حتى اناقشك انا حول الكائن والكون. في مجموعة كبيرة من الناس معتقدة اي إن إحنا كل الأكوان، اي ومعتقدة بالاتحادية وكل حاجة، اي ولكن مش بيحبوا إن هم يتواصلوا مع الكائنات، علشان هي بالنسبة لهم كائنات خارجية، وهي الرحلة الروحية هي رحلة داخلية للداخل مش للخارج. فأي لجوء لمصدر خارجي ممكن يسبب لي شيء سلبي، أو ممكن يخليني أنغمس في الماتريكس أكتر. فهم ممكن يكون عندهم مختلط العلوم ببعض، أو مختلط المعلومات مع بعض، عندهم البحث وبيبحثوا عن الحقيقة وكل حاجة، ولكن عندهم خوف من التواصل مع الكائنات دي، مش عارفين أساسها الإيجابي من السلبي، فبيرفضوها تماما. ما هو ما معنى التواصل؟ أنا أتواصل، ما هو المعنى؟ يعني أغني مع الكائن؟ التواصل مو ليش؟ إحنا حنرجع الكلمة، هي الكلمة محدودة، ما هو الإنسان يستخدم ها الكلمة، اللغة محدودة. طيب ما معنى تواصل؟ ما معنى أرفض؟ يعني أغمض عيوني ما أنظر إلى السماء؟ ما هو ما معنى الرفض؟ ما هو إحنا بالأكوان جاي نعيش. انتبهي انتبهي ركزي كل اللي يسمعنا، هذا النقاش مهم. ما معنى الرفض؟ يعني تقول كلا، يعني كلا فقط وانتهت، انتهى الكون. ما هو عندنا سماء، عندنا نجوم، يعني كلا لازم أنت ما تنظر إلى النجوم، كلا لازم انت ما تسبح بالبحر، لان في اعماق البحر كائنات كونيه. طيب هي الكائنات الكونيه فقط فوق؟ يا سلام يا سلام، ما هو الكائنات الكونيه موجوده في اعماق الارض، هاي شلون راح يجاوبوها؟ فما معنى الرفض؟ خلي نرجع، احنا متاثرين، متاثرين بتأريخ محرف، برمجنا على فكر، على نمط أننا نتأثر بما يقال، وإحنا يعني الحضارة البشرية نؤلف فلسفات، فلسفاتنا كلها ناقصة، لأن هو راح شلون راح يغلط، شلون راح يخطأ؟ هو حيعتمد الكلمة، والكلمة ناقصة. فكر، يعني أنا أتحداك الآن وأتحدى أي شخص يسمعني، شنو الرفض؟ يلا، يعني ما أوافق، أتصل. طيب والسماء؟ ما هو إحنا فوقنا سماء، يعني لا تنظر إلى السماء إذن. إيه؟ وأنت شلون تعرف الرفض؟ شلون تعرف الرفض؟ الآن أنا حمشي معاك مو فقط خطوة خطوة، مايكرو ستيب ستيب هيك. أوكي، اوكي. هنا بس دقيقة، هنا نحن لغينا، رفضنا أنفسنا. ليش؟ لأن الكون هو لا يجزأ، واحنا نقوم نجزئ انه هذا كائن خارجي، هذا كائن داخلي، انا كل الاكوان، ما انظر للخارج. طيب ما هو معنى الخارج؟ فين الخارج؟ الخارج فين؟ ما هو انت جاي تعترف تقول انا كل الاكوان، اذا ما في خارج وداخل. هسه هاي مو واضحه، يعني هم يعترفون ها، و شوف يستخدم الخارج وهو يقول لك احنا كل الاكوان وما ننظر الى الخارج. انت وياي؟ معاك طيب انت أستاذ. جاي تضع الخارج، مو انت جاي تستخدم الخارج. طيب عرف الخارج،
فإذا هنا راح نرفض الخارج، نقول خلي أمشي بس لو تسمحي لي، ماكو خارج. أنت ايش راح تكون؟ أنت راح تكون كل الأكوان، أنت راح تكون النجوم، أنت راح تكون الكائنات، أنت راح تكون الأرض، صحيح، أنت راح تكون الهواء، أنت راح تكون الأشجار. فهنا ها الاتصالية تزداد مو تقل، تزداد. ما هو أنت صرت كل الأكوان، بمعنى الاتصالية تزداد. ولهذا زين هسه أنا أناقشك بأمر مهم، ليه التليباثي بالمستوى الخامس والسادس عالي؟ أنا أتحداك اصعدي للخامس للسادس للسابع، التليباثي عندهم عجيب غريب فوق ما احنا نتصور، قوي جدا، يعني يتصلون اسرع اصلا من الموبايل فون بتاعنا بمليون مره. ليش؟ لان الاتحاديه قويه. زين الان راح نجي، طيب المستوى الخامس ما يتصل بالمستوى السادس؟ مو اذا احنا نرفض الاتصال بالخامس، اذا الخامس راح يرفض الاتصال بالسادس. يعني هم الخامس يتصل بالسادس واحنا نرفض الاتصال بالخامس، هاي شلون تصير؟ لان احنا منين جبنا هذه الفلسفات؟ يعني هم هسه بالخامس يقولون احنا كل الاكوان، كائنات اندروميدا يقولون احنا كل الاكوان، بس يتصلون بالسادس وبالسابع وبالثامن، ومنين جاي ياخذون تعليمات؟ شلون يبنون حضاراتهم؟ انتبهي الان، شلون يبنون حضاراتهم؟ وليش هم موجودين بالخامس؟ احنا ليش موجودين بالثالث؟ ما هو معنى الحياة إذن؟ ما هو معنى الأرض؟ ما هو معنى وجودنا؟ ليش؟ أكو تقسيمات سادس وخامس ورابع وتاسع وعاشر، والكل بالمناسبة عاوز يصعد. الكل، انتبهي انتبهي انتبهي، ما عدا اللي جاي يلف، هو ممكن مش قاصد، هو يستخدم الكلمات انا كل الاكوان وكائن وكل الكائنات فيها، اذا ما اتصل والخارج والداخل ويربطها، لكن ما هو معنى الحياة؟ لماذا ها لماذا نفكر الشخص الإنسان عندما يقول أنا جائع؟ مين هذا أنا اللي يعتقد هو جائع يقول أنا جائع أو أنا شبعان؟ طيب مين هذا أنا؟ ما هو هذه أنا إذا لا تحل كل فلسفاتنا مو صحيحة. شخص يقول لك أنا شبعان، طيب أنت شبعان، طيب أنا هذا مين؟ هو مين هذا؟ يقول لك أنا، طيب عرف أنا بالدماغ، يعني إذا ندخل بهذا الدماغ ونخرج الدماغ نقول هذا أنت، ينظر للدماغ يقول لك شنو هذا؟ هذا كله خلايا، هذا لا مو أنا. المفكر، انتبه الآن، المفكر الذي يصف الكون ها مبرمج على اتجاه فلسفي بدون أن يقصد، وهاي البرمجة مصنوعة عن طريق تكنولوجيات مرتبطة بالدي ان اي، انتبه جيدا، طريقة تفكيرنا مبرمجة بواسطة تكنولوجيات مصنوعة ويعرفوها تمام ملايين من السنوات، مرتبطة بالدي ان اي بتاعنا، تسحبنا باتجاه فلسفة وتشغل الفكر الفلسفي، وبهذا الفكر الفلسفي كل واحد يعتقد هو صح وهو فاهم، في حين الكل مش فاهم. حتى تمام الأنوناكي والإدراكونيين والإيجابيين على السلبيين على المستوى السادس السابع،
لدينا نقص، وسبب النقص بسبب صراعات لبلايين من السنوات، بلايين من السنوات انقسامية، إلى أن وصلنا إلى الأرض. ها، وهسه يقول لك كائن ومش كائن والماتريكس. ما هو احنا، طيب احنا مو قلنا الماتريكس كلمة خاطئة، احنا مو قلنا الكون كلمة خاطئة، احنا مو قلنا الكائن كلمة خاطئة، مو قلنا يا ناس، صرخنا وقلنا هذا الكلام ضعيف. وهسه هم جاي يستخدمون نفس الكلام بتاعنا ويحوروه ويربطوه بطرق. حياتوكي ايش حيقولوا لك؟ يقولوا لك لا تتصل بالكائنات الكونيه، لان ممكن كائن ها يخرج لك رامبو وحامل له رشاشه، وحياتيك شخص يقول لك لا، هذا الكائن ها اذا شاهدت بجناحه مكتوب علي بن ابي طالب اتصلوا معاه، وكائن اخر اذا ما مكتوب ها علي بن ابي طالب لا تتصلون وياه. وإذا كائن عنده ذيل أزرق طويل وعيونه زرقاء ومبتسم، هذا أوكي إيجابي اتصلوا. إي طبعا، ما هي الفلسفة بالكلمات سهلة، بالكلمات سهلة، تجيبين الكائن والكون وكل الأبعاد والماتريكس ها وتقسميها تجمعيها تربطيها وتعرضيها، أعرض 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 ها، والناس تحتار. شوفي، انتبهي 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 إلى النقطة، وكل واحد يسمعني. هذا التعليم بتاع عدم الاتصال بالكائنات الكونية هو ممكن مش مقصود، مقصود ما أعرف، هذا يجرك بالنهاية، يجرك بالنهاية تشوف نفسك أنت أعماق الأرض ومحقا بالشرائح. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. ما هم يسألون على برهان، سوما دائما من نحكي يقول لك اعطينا برهان، راح اعطيكم برهان، اعطيكم برهان فل 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 واضح، مثل اوضح من الشمس، اوضح من ماذا؟ من الشمس. شوفوا بالعراق سووا حرب اهليه، الدوله العميقه ها وجماعتها، وتشردت النساء، ترملت النساء، ملايين من النساء 30 سنة كلها فيك إعلام على دين ها. وبسوريا أيضا عملوا هاي الحروب الفيك وداعش وسنجار. زين، شنو النتيجة؟ انتبهوا انتبهوا، راح أعطيكم برهان أوضح منها من الشمس. صار عندنا ترمل عجيب غريب بسوريا وبالعراق، وفتيات سيدات ها حتى راحوا واشتغلوا يعني بالأردن بأمكنة أخرى، باعوا أنفسهن وقسم من السيدات يعني خسرت لا أب لا أم، ضياع 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 كامل، إحباط مع تشاؤم، و ما بيعرفون شنو الوضعية وكيف يتصرفون، والدولة بوادي ها عيني، وأهل الدين الربع بوادي، وماتريكس وهالأمور. هذا الوضع هذا تتفقون وياي، بس هذا ماتريكس واضح. هذا الوضع موجود في أكوان أخرى وبيئات كونية أخرى وكواكب أخرى، راح أعطيكم البرهان أوضح من الشمس. التجزئة والتقسيم تمام انتشر بمجرة التبانة وغير مجرات أخرى، واللي عاملوا الدراكونيان والأوناناكي والزواحفيين. ما معنى دراكونيان؟ واحد ممكن يسأل مين هؤلاء الدراكونيان؟ الدراكونيان الدراكونيان آتين من مجرات دريكو و مجرات عفوا نجوم دريكو ونجوم أرايون، ومرات إذا تسمعون ها كائنات أرايون هي نفسها الدراكونيون، يعني نفس السلالة، ومعاهم الزواحفيين. فبدأوا بنشر
تمام التقسيمات، يعتمدون هم، يعني هذه كانت فلسفة أنه هم أسياد الأكوان، وصار صراع بينهم وبين الإندروميدان. الإندروميدان هم سلالة بشرية. أنا أتحداكم، وإحنا أنتم تريدون البرهان، جاي أعطيكم البرهان. الاندروميدان ماخذين تمام التعاليم التي تعتمد المحبة ومتمسكين بها بقوة. الدراكونيان ماخذين تعاليم السيطرة، بهالمعنى صار صراع عميق عجيب غريب مئات الآلاف، إن لم نقل ملايين من السنوات، لأن هذا السؤال فيه ارتباطية بهذا الموضوع. لأن أنت طالب جاي تبحث عن الحقيقة، لأنه شلون صارت سوريا وتقسمت، وليش صار بالعراق ها الترمل مثلا والأمور الأخرى، يعني لأن هذا فيه عمق كوني، لازم أنت تدرس العمق الكوني. فالإجابة أنت غير تدرس العمق الكوني حتى تعرف تتصل بالكائنات، لو ما تتصل مو ولا تأتي بفلسفة سريعة وتعطيها هيك تكتبها بالفيسبوك أو تتحدث، ما هو كل واحد يقدر يكتب بالفيسبوك ويتحدث، بس تغير تعرف العمق الكوني. احنا شلون وصلنا إلى الأرض وليه صارت التجزئة، زين ليش عندنا جنسيات مختلفة وليش أديان مختلفة وليش هاي البرمجة، واحد يعتقد خليجي والآخر يعتقد مصري والآخر يعتقد عراقي والآخر يعتقد هندي، وكل واحد عنده فلسفة، زين هاي ليه صارت؟ فإذا هناك أعماق كونية، لازم يجب أن يكون هناك تصارع. انتبهوا، إيه ولا شلون صارت تجزئة؟ هسه أنتم فكروا بيها، فكر بيها. ومن هذه التصارعات أنتج فكر وأنتج فلسفة وأنتج سياسة وأنتج إعلام وأنتج تاريخ خاطئ محرف خلال ملايين من السنوات. الاثنين المجموعتين للدروميدان والدراكونيان بالذات بتصارع وعدم الاستسلام من الجانبين. فهنا ينتهي، هذا يدخل وهذا يخرج وهذا ممنوع وهذا مش ممنوع، ليش؟ لأن الاختراقات شغالة، الاختراقات شغالة. جيب هسه بنظام برامجيات الكمبيوتر، تمام كل تطبيق ها يعملون له اختراق، وبعد هذا الاختراق يعملون ما يسمى بالأنتي فيروس ممانع للاختراق، ويصعدون الاختراق وجماعات ها برامج الحماية يصعدون برامج الحماية، والاختراق يصعدون برامج الحماية تزداد. نفس الشيء بالروبوتات، يصنعون روبوتات سلبية، الإيجابيين يصنعون روبوتات إيجابية.